السلام عليكم متابعينا الأعزاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة شاهد كيف. في هذا المقطع سوف تشاهدون أشخاص فعلوا أشياء غبية أحرجتهم أمام الكاميرا، فلنتابع معا الفيديو حتى النهاية. ركبوا الطائرة وهي الآن تحلق في الجو، لكنهم نسوا إغلاق صندوق الأغراض الخاصة بهم. تحاول تجربة أداء حركات غريبة، لكنها كسرت المصباح، فتسبب لها هذا الأمر في إحراج شديد. يبدو أنه متحمس أكثر من اللازم، وعندما جرب القفز بهذا المكان فقد توازنه وسقط وسط المياه بطريقة مضحكة للغاية. لقد كان تخطيطها هذا في محاولة الصعود فاشلا للغاية. أرادت أن تتباهى بأناقتها وحلتها أمام الكاميرا وهي على هذا الكرسي العائم، فانقلب رأساً على عقب لتجد نفسها تسبح وسط الماء، فتعرضت لإحراج شديد. بحركة لا إرادية رفع هذا اللعب يده وسكب كل الماء الذي كان بالكوب على وجه هذا المشجع. ظن بأنه سيلعب دور البطل لو قام بحمل عروسته من أجل التقاط صورة تذكارية، لكنه تسبب لها في كارثة كانوا في غنى عنها. إنهن يستعدن لالتقاط أجمل صورة على شاطئ البحر، لكن هذا ما حصلنا عليه في نهاية المطاف. لا نعلم أين كان عقله عندما فكر في تجربة أمر كهذا، ولولا مساعدة هذا الولد لظل على هذا الحال الذي تسبب له في إحراج شديد. يستعد للقفز من أجل عبور البركة بواسطة هذا الحبل، لكنه انقطع فوجد نفسه يسبح وسط المياه. تقوم برقصة غريبة وكل شيء كان جيد معها، إلى أن علق حذاؤها بشعرها المستعار، فقام بخلعه من مكانه مما تسبب لها في إحراج شديد. لعل هذا الرجل نسي بأن ما يوجد أمامه هو مجرد تلفاز وحسب، وأراد تسجيل الهدف بنفسه، وهذا ما حصل. عندما كانت على وشك أن تتشقلب بهذا الشكل، أدركت بأنها تسببت في إسقاط حاسوبها المحمول. هذه الفتاة تجرب الوقوف على سطح هذه البركة المتجمدة ليحدث معها ما لم يكن في الحسبان. إنهما يعيشان اللحظة بامتياز، لكن النهاية كانت عكس رغبتهما تماما، فتسببت لهما في إحراج شديد.
تسلقت لتجلس فوق غصن هذه الشجرة من أجل التقاط صورة، وعندما أرادت أن تقفز للنزول حدث معها هذا الأمر. يريد هذا الشاب لعب البولينج، وها هو يجرب رميته الأسطورية هذه ليتسبب في إسقاط ذلك الديكور المعلق على الجدار. قام بخلع حزامه للعبور عبر الجهاز، لكنه تعرض لهذا الموقف المحرج الذي لم يكن يتوقعه أبداً. يقمن بتجربة تحدي، لكن من الواضح أن هذا التحدي يسبب لهن المشاكل والكثير من الإحراج أمام الكاميرا. تريد اللعب قليلاً والافتخار بخصلات شعرها الجديد، لكن كل ما قامت بفعله هو فقط وضع نفسها في موقف محرج للغاية. تسعى للحاق بذلك الكيس وهو يحلق في الهواء، وأخيراً حصلت عليه، لكن انظروا لما قام بفعله هذا الكلب الشقي، لقد خرب كل شيء. يساعدانها من أجل النزول من هذا المكان، ورغم نجاحهما في ذلك إلا أن ملابسها أعاقتها عن النزول بشكل سليم. كان على وشك أن يسقط، لكنه أنقذ الموقف في الوقت المناسب، وقبل أن ينجح في ذلك فقد السيطرة مجدداً فتبلل بشكل كامل. ظن هذا اللاعب أن رفيقه يود مصافحته، لكنه كان مخطئاً فأحس بالإحراج، وهكذا تعامل مع الموقف. كانت هذه محاولة فاشلة للغاية، سببت لها إحراجاً شديداً أمام الكاميرا. واجه هذا الكلب موقفاً مضحكاً للغاية عندما أراد العبور من هذا الباب وهو يحمل هذه العصا، لكنه لا يفهم ما الذي يحصل. كانت تحاول المحافظة على توازنها بشتى الطرق، لكنها سقطت في نهاية المطاف. كانت هذه من أكثر المواقف إحراجاً لأشخاص فعلوا أشياء مضحكة أمام الكاميرا. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات، وشكراً لكم على المشاهدة. مهلاً، نقترح عليكم أيضاً مشاهدة هذه المقاطع.